السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة شوف تي في. احنا اليوم كنتوجه بدوار الحاجة نواحي بن يخلف لواحد الحالة ديال واحد الشابة اللي كانت قاصر، جا واحد السيد خطبها من الدار ديالهم على سنة الله ورسوله، تزوجات به. واخا كان فرق السن بينهم كثير، الدرية بغات تستر راسها باش تتزوج، مع المدة كتكتسب من سكنات معاه كتكتسب بأن السيد مزوج وعنده فرق على مرته، وخا ما طلقات بنته شاد معاه بنته. البنيه كتقول لي غير خالي، حتى كتفاجئ السيده بانه راه مزوج عليها. وقالت لي علاش دخلت في نقاش معاه، علاش ما صارحتينيش نهار الاول وهكا. اليوم السيده كتفاجئ بحوايج اخرين، شي حوايج اللي غتكتشفهم معنا على اللسان ديالها هي. هاد البنت الشابه اللي باقا صغيره ولا حول ولا قوه الا بالله، بحال بدا كيتفلى بها، غادي تكتشف بان هذا السيد هذا عزيز عليه بزاف، عليه علاش؟ فهمتي هذا هو الطريقه ديال الخدمه ديالو. السلام عليكم ابنتي. وعليكم السلام سيدي. عاودي اشنو واقع؟ شنو واقع لك بالضبط؟ انا سيدي تزوجت بهذا السيد على سنة الله ورسوله، تزوجت بالفاتحه، كانت عندي 17 سنه. المهم تزوجت في العروبيه، قبلت على داك الشيء ومشيت معاه للعروبيه. ملي عشت معاه واحد الدريه غير كدور وكتقول لي غير خالي، وعنده الشبه بزاف ليا. هي هذيك كنكتشف، قالوا لي الناس راه بنته هذيك، وانا يا كي الهبيله ما عارفاش، كنقول لهم ما يمكنش انها تكون بنته هي هذيك. قالوا لي والدي، قالوا لي راه بصح هذيك الدريه راه بنته. وقلت لي علاش درتي لي هذه الحاله وما قلتيش لي راه راك فايت مزوج بان راه بنته؟ قال لي انا كون قلتها لك ما غاداش تقبلي بيا. هي هذيك دوز مع هذيك المده في العذاب وفي ديما مشاكل، بالرغم بانه كان كيسحر ليا. كنت ديما ساكته، ديما حاضره راسي، ما كندويش، ما كنقولش راني باغا نمشي لدارنا ولا راني باغا الوراق اللي راهم العقد الحلال، ما كنقولش راني باغا الوراق. هي هذيك حملت، لقيت راسي حامل. اعتقد السحور قبيله قلتي بانه كان كيسحر لك كيبخرني. ملي كنتخاصموا داك الشيء كيجيب لي المجمر تاعي عندي وكيقول لي فلان اجي نتبخروا راه كيديروا لينا. مرتان مده وكنكتشف بان داك السحور اللي داك الشيء اللي كيجيب لي نتبخر به راه خادم فيه الخدمه وكيقول لي كيتبخري به. وكنلقى الكتبه تحت الفراش ديالنا، ديما كنسوسو وكنلقى داك الشيء كتبه تحت فراشنا. وملي كنعطيهم الوالده باش تقريهم كتقول لي بنتي هادشي راه قبول، ديروا لك قبول باش تسكتي باش ما تدويش. وبصح داك الشيء اللي كان ما كنقدش ندوي ولا نقول شي حاجه، يضربني ما يخلي ما يدير ليا، وتما على الخلا والقفار. يعني ما واخا نعيا ما ندير حتى حد ما يسيق ليا الخبار، ما كيقدروش والديه يدخلوا حرس صعيب فيهم واعر وقبيح. هي هذيك صافي دوزت معاه 5 سنين، وديك الساعه كنت حامله بولدي، تزاد ولدي ولات عنده 5 سنين. ديما غضبانه هذيك المده 5 سنين، ديما المشاكل، ديما غضبانه على وديك الوراق، ديما على وديك الوراق. صافي واحد النهار وهي تقول لي الوالده دابا دير معاها حل، راه ما تخرجش بنتي من هنا تدير معاها حل. صافي دانا درنا دعوه بتوب الزوجيه، ديت بنته وهو ولدي، حضرنا قدام القاضي، تحكمت لينا دوزنا 3 جلسات، تحكمت لينا بثبوت الزوجيه. صافي رجعت فرحت ملي درت العقد وهادو، غادي ندير اوراق الولدي. صافي هذيك الساعه اكتشفت ان راسي راني حامله بولد الثاني. صافي مشيت رجعت معاه للدار عادي، انت كنكتشف بان ولدي كيجي كيقول لي ماما راه بابا كيهضر مع وحده وها سميتها وها سميتها، واش كيقول ليها واش كيقول ليها. انا ما قديش ندوي، ما قدي غنوض معاه صداع تما كاين، وراكم عارفين انا عب وحدي تما، لا هضرت ولا شي حاجه ما كيخلي ما يدير فيا. هي هذيك حتى واحد النهار مشى للسوق ما جاش، كنتسنى ما جاش، الليل كامل ما جاش، داز داك النهار ما جاش. حتى كتعيط ليا الوالده ديالي كتقول لي يا راه فلانه راه هربت ما كايناش في دارهم راه كيقلبوا عليها. حتى هو ما جاش هذيك الليله. صافي جاك تعيط ليا امي كتقول لي راه كيقولوا هنايا في الدوار عندنا راه كيقولوا راه في راجلك راه هرب مع ديك السيده. كنقول لهم ما يمكنش، كتقول لي راه هادشي اللي كاين. صافي حتى كنت جاو عندي البوليس كيقلبوا على راجلي، قالوا لي واش انت عارفه هادشي اللي كان؟ قلت لهم انا ما عارفه حتى شي حاجه، وكرشي فمي يعني حامله بولدي. هي هذيك بقاو كيقلبوا عليا، جاو خوتها كيقلبوا. هي هذيك تلقاوه، لقاوه هو وياها، تشدوا الدريه طالقات حيت عندها 17 عام، هو بقى مشدود. صافي ملي بقى مشدود عيطوا عليا انايا، جابني الوالد ديالو، ديك الساعه كنت باقا معاه في الدار، باقا مع والديه في دارهم. جابني
قالوا لي دابا واش غادي تسمحي للراجل ولا لا؟ قلت لهم لا ما يمكنش نسمح ليه. وخرج من عند لابريغاد البرا ويجي عندي الام ديالها وخوتها وخوت راجلي انايا، قالوا لي سمحي ليه باش يتزوج بها السيده. قلت لهم ما يمكنش. قالوا لي عادي ريها غير سمحي ليه قدام المخزن، يعني غيتزوج بها هذيك الساعه ما يتزوجش بها. قلت لهم ما يمكن. صافي تحكم هذيك الساعه بشال الجنايات، ما تحكم ما شي حاجه، حرت قاصر الدريه. هي اعترفت بانه ماشي هو اللي مغتصبها واحد اخر، حتى هو شدوه ان هذا الراجل غير سترها. هي هذيك بشا جنايات، ومده هذيك اللي بشا فيها مده 4 شهور، وانا كنمشي عندو حامله كرشي لفمي، كنهز ولدي وكنمشي كنقول انا يا راه غادي يخرج زعما، وغادي غادي يدير زعما، غادي يخرج وغادي غادي هادشي اللي داير هادشي اللي زعما داير راه غادي يعني غادي ما يبقاش يدير هادشي، هادي راه غادي تدوز ليه. صافي هي هذيك ملي خرج صافي رجعت معاه، ولدت ولدي، الراجل تقلب تاني، ديما تليفونات ديما كتعيط ليه. هي هذيك ديما كتعيط ليه. تاني جيت واحد النهار، جيت هنايا لدارنا، اختي ولدت ورجيت عندها، تاني كنكتشف بان عيطوا ليا، قالوا لي الدري هذيك السيده راه جات عنده تما، راه مبيتها تما. مشيت انايا خرجت ومشيت مشيت انا والوالده ديالي، مشينا لابريغاد تما كان عندهم، قلت لهم راه راجلي مدخل وحده وهاش اش كاين واش كاين. صافي خرجوا معايا هذيك الساعه، خرجوا معايا شدوهم بجوج، قالوا لهم، قال لي شكون هي السيده اللي معاك؟ قال لهم مرتي. قال لهم هاد السيده، قال لهم حتى هي مرتي. قال لهم يلا ورينا الوراق اللي عندك. قال لهم ما عندي لا وراق لا حتى شي حاجه، انا السيده واخدها هكاك وصافي. صافي تشد هو وهي خرجت، قالت لي راني حامله، ديك الساعه كانت حامله يلا كتوحم. صافي تشد ثاني، تشد 4 شهور، هذيك المده ما كنمشي عندهم حتى شي حاجه، وطالبوني الناس وطالبوني والدي، قالوا لي الله يجازيك بخير لما سمحي ليه، وهذه راه غتكون توبه، يعني راه هادشي اللي داز عليه راه ماشي ساهل، يعني غادي يرجع لولاده وداك الشيء. هي هذيك خرج جاني من تما، هو خارج ما ومن تما رجع ليها هي، من تما ما جا عندنا، ما سول على ولاده، ما سول على ولده اللي ما شافوه، ما حتى شي حاجه لحد الان. هادشي اللي كاين اخوتي، وانا دابا كنطلب منكم اخوتي توقفوا معايا وتوقفوا معايا، راني هاد السيد راه حقرني، هاد السيد راه حكرني وما عندي جهد للمحكمه ولا حتى شي حاجه، هاد السيد راه حقرني، عرفني ما عندي لا خوت لا شي حاجه، وانا كنطلب منكم المغاربه تشوفوا فيا وتشوفوا في حالتي، راه ما عندي حتى حد، راه عندي عمو اللي خدام علينا، راه عمو اللي خدام علينا وما عندناش. انا رعيت، انا هاد السيد حقرني، وزايده بيا هاد السيده كتجي لدارهم ضيفه وكتعيط ليا في التليفون وكتقول ليا شي كلام ماشي تدي، كتقول ليا دابا صورتي، كتقول ليا دابا صورتي ملي دعيت على النفقه والعون اللي نفدت عليه باش تخرج ليه، ما بقاش كيجاوبني. انا ما عرفتش، انا تلفت، انا ما عندي كي غادير، انا قصدتكم اخوتي المغاربه وقصدت الغداء، ياخذ لي حقي من هاد السيد، لان راه دمرني، راه دمرني وانا يا صغيره، انا ما عرفت حتى شي حاجه، انا ما عارفه من فين نمشي ولا فين نجي، انا حتى والدي اللي غيوقفوا معايا ما عندهمش الجهد اللي غيمشيو للمحكمه ولا يعرفوا شي حاجه يسولوا. انا كنطلب منكم اخوتي المغاربه اللي كيشوف فيا ولا كيشوف شي محامي كيعرف يتكلف ليا بقضيتي، ياخذ لي حقي وحق ولادي، انا ولادي راه ضاع، انا ولادي راه خرجت على شي حاجه على السوق وبغى شي حاجه ما كنقدش نشريها لي، كنحشم نقول لي ولدي ما عديش، انا خدمت على ولدي، ماشي ما خدمتش، خدمت كنخلي ولدي هذا الكبير كنخليه في دارنا حتى حد ما كاين، ولدي خدمت ب 8000 ريال في السيمانه، وكنخلي ولدي عند مرا ب 100 درهم وكتصيط لي ديك السلف هي اللي كنكون بها، خدمت مده شي شهر بحال هكاك، وملي كنجي كنلقى ولدي حالته ما واكل ما حتى شي حاجه، ومع اختي اللي غادا تقابل، اختي دايره تكوين، وكنلقى حالته والدري الصغير تحرق ليا هنا في حنكو عند المرا، وقلت انا اش هادشي غندير، انا نخلي ولادي ضايعين بحال هكايا، حالتهم حاله، انا ولادي هما اللي خارجه خدامين عام كنلقاهم في حاله يرثى لها، وشديتهم وبركت، قلت انا اللهم ناكل معاهم الخبز وتاي داكشي اللي غتجيب لنا الوالده غدا ناكلو، ولكن انا راني تعيت وراني قهرت، وهاد الام ديالي راني محنتها وكرفسها، راه كفرصه اللي عوض اللي غادا تقاد دارنا وتعوض لي تلوح الدار شو حالتنا كي دايره، القطره كتقطر علينا ملي شتي عرفتكم نتوما جايين فرشت هادشي،
مقابلاني انا وولادي، انا راه عييت وتقهرت وكنطلب منكم اخوتي تعاونوني وتضامنوا معايا، راني تحقرت من هادشي السيد، راه كنحس بالحقرة، راني عييت ومليت من هاد الحال اللي رانا فيه، راه الناس كينعسوا وانا ما كنعش، انا كنشوف ولادي محنن، ولادي مكرفصن، راه عندهم باهم ماشي ما عندهمش، ودير لهم هاد الحالة، راه حشومة وعيب. هاد السيد راه نصاب، هاد السيد غير اون فوا كيتزوج بوحدة كيطق لها كيشوف يعني فارس اخرى، راه هادشي اللي كنقول لكم اخوتي راني عايشاه، راني تمحنت وتكرفست في حياتي بزاف، انا ما كنتش عارفه هادشي غيوقع ليا، كون عرفت هادشي وقع ليا ما غاديش نفكر اصلا نتزوج، انا كان عندي حلم زوين، كنت كنقول انا غادي نتزوج غادي هنا وغادي نبني، كانت عندي حلم واحد انني ندير اسره وندير مهلي وندير داري، صدقت لا دار لا راجل لا حتى شي حاجه، وكنطلب منكم اخوتي المغاربه توقفوا معايا وتحنوا فيا، راني عييت وراني تقهرت وراني تحقرت، راه بصح راني تحقرت، السيد حقرني وكيعيط ليا في التليفون كيقول لي اشنو صورتي اشنو صورتي، ياك هالمرأة هي عندي في الدار، وراني عييت اخوتي وكنطلب منكم انكم تعاونوا معايا، الله يجازيكم بخير، وان القضاء يوقف معايا، راه ما عنديش الجهد اللي انني غادي نمشي للمحكمه، وهذيك هذيك 50 درهم اللي غنمشي ندير بها محضر وندير يعني ونمشي عند ندعيه، راه ما عنديش، وقفوا معايا اخوتي الله يجازيكم بخير، وهادشي اللي هذا المده هذه كامله ما عمر تفكر ولادي عمرو ما تفكرهم، تفكرهم بالتليفون يعيط لي يشبع فيا معيور، هادشي اللي كاين، ما كاينش شي حاجه، عمرو فكر هاد السيد وكان عنده يعني حس ضمير يقول انا ولدي بارك بلا ليكوش بلا حليب، ما كاينش ما كاينش، عمرو ما تفكر بيش شي حاجه غير الناس الله يجازيهم بخير، كنلوح بحال هكا وعييت وتقهرت من هذاك الشيء اللي كندير، كنلوح بحال هكا منشور في فيسبوك كنقول لهم راني راه ولدي ما لاقي ما ياكل، راه ولدي ما لاقي ما ندير لي ليكوش، والناس مساكين كيتعاونوا معايا وكيتضامنوا معايا وكيصيفطوا لي ليكوش وكيصيفطوا لي الحليب، الله يجازيهم بخير، مده كورونا كامله مساكن تعاونوا معايا وما خلاو مسكين مساكن، جابوا لي ليكو جابوا لي الحليب جابوا لي التقاضي، الله يجازيهم بخير، وهاد الشيء اللي كندير عييت بيه، شحال قدي انني غنطلب في فيسبوك شحال قدي، دابا تخدم ما تقدرش تخدم وتخلي وليداتك، اه هذاك الشيء قلت لي كتلقاي مكرفسين حالتهم حالتهم، عييت عييت الناس القضاء الناس انا كنقول للناس ديال القضاء الله يجازيكم بخير، وقفوا معايا وقفوا معايا، راه خاتكم تحقرت، راه خاتكم ما عندهاش الجهد اللي غادا تمشي للقضاء واللي غتوقف في المحكمه، راه ما كنعرف فين ندخل لا فين نجي، راه السيد حقرني بمعنى الكلمه، لهاد الناس لهاديك السيده ولا عائلتها ولا هو، راه حقروني بزاف، وانا انا راه درويشه ونيه وما عارفاش فين نمشي ولا فين نجي، ودار فيا الحاله وكنطلب من خوتي المغاربه يوقفوا معايا ويساندوني، ديروني ختكم، راه ما عنديش الخوت، ديروني ختكم اخوتي وتعاونوا معايا وتضامنوا معايا في هذا المشكل اللي درت، في هذا المشكل اللي رانا فيه، واد العون ما بقاش جاوب ما كيجاوبني حتى شي حاجه، واحد النهار جاوبتني وحده قالت لي لا اختي راه ماشي النمره ديال العون، كان كيهضر معايا عادي كيقول لي راه غتفوت كورونا، هادشي في ايامات كورونا غتفوت كورونا يحلوا المحاكم وراني غادي نعاود ثاني ندير تنفيذ يعني نوصل ليه التنفيذ، والو دابا ما كيجاوبش هذيك السلعه في الاول ردها ليا وديتها في الملف ديال المحكمه، والثاني صافي ما بقاش كيجاوبني، المحكمة اسم المحكمة محكمة ابتدائية ديال المحمدية المحمدية كيف كتشوفوا معنا متابعي قناة سوتي، نتمنوا من الناس المسؤولين المحكمة الابتدائية ديال المحمدية الله يجزيهم بخير باش يحركوا الملف ديال هاد السيدة هادي، هاد البنت هادي اللي كتشوفوا الحالة ديالها، أنا دخلت على غفلة الحالة ديالها لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس اللي تبقين صغار الدراري كيجيو لاصقين في أمهم ما يمكنش تخلى عليهم حتى دقيقة، ولدي راه مريض، ولدي راه مريض من مرض نفسانيا، ولدي راه كان معلق في باه بواحد الدرجه ما تصورش، ولدي الاهل عنده 7 سنين وباقي كيبول في الفريش، راه مريض نفسانيا، دعيت والله ياخذ فيه الحق، دعيتهم هو ودوك الناس ياخذ فيهم الحق اللي دمروني ودمروا لي ولادي، انا ما كنشوفش في راسي كنشوف في ولادي اللي صغار دمروا مساكن، انا دعيتهم الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل، تعالي امي قولي لي هذه الام ديالك مسكينه، السلام عليكم لالا، السلام عليكم لالا، لالا كيفاش هادشي اللي وقع لبنتك هاد اللي دعينا لله ياخذ فيه الحق، مجرم هاد الراجل مجرم، خلى الوليدات ما عقلش عليهم،
تنهار تنهار يعيط ليهم ولا يجيب لي مليكوش ولا يجيب الحليب ولا يجي يطق عليهم ما كاينش ساهم مره بحال ولادهم وطلقهم لي انا الخلا. انا كنكافح معاهم وكنقول لها ما تخرجيش بنيتي قبلها وليداتك قبلها وليداتك انا اللي بغيت نجيبها البنت. هو انا تقهرت انا رجلي ضروني ولاو كيضروني رجلي ما قدرتش ندير مع الحل. انتي كتخدمي مره ومره كتجي مره نخدم مره ما نخدمش عاد الناس بالديور كي غندير في العراس نبغى نخدم اي طوليه ما تخدميش والله يدير تاوي الله من ربي يصوب الله ياخذ فيه الحق. كاين شي رقم ديال التليفون اللي ممكن شي رقم ديال التليفون اللي ممكن نديرو كاينه ديالي البلدي ديال الرقم ديالك الله يبين فيه الحق تعينا الله ياخذ فيه الحق. شحال الرقم 06 81 80 36 75 75 كتشوفوا معايا في قناه سو تي في الرقم هو اللي كيظهر على الشاشه الرقم السيدة هو 06 81 80 36 75. شي كلمة أخيرة؟ أنا كنقول الله يبين فيه الحق كنطلب من القضاء ياخذ لي حقي ياخذ لي حقي من هذا السيد لأنه حقرني حقرني بزاف شافنا الناس دراوج وما في حالناش راه حقرني شافني هاد العام ونص كاملة ساكتة وأنا إلا بغا يتزوج دبر راسو عيصير على ولادو. انا هادشي اللي طالبه غير الصير على ولادي وراه ما عنديش كيفاش ندير راه ما عنديش كيفاش ندير تنصير على ولادي. انا ماشي والده مغ بوحدي راه حتى هو اب هادشي اللي عندي. كيف كتشوفوا معنا متابعي قناه سو تي في الرقم اللي كيظهر على الشاسة من الناس المسؤولين جمعيات المجتمع المدني الناس اللي كيخدموا في هذا الميدان باش يحاولوا يتعاونوا مع هاد البنت بس غير السير هذا من حقه خصي وليداته خصي ينفقها وهاد السيدة هذه اللي ما لا حول ولا قوة الا بالله مسكينة اللي الناس ضعفاء الناس رقد الحال اللي يحاولوا شحال مرة كتسامح ليه قلت لي تنازل جوج مرات كنقول لها سمحي لي ما عندك مرات وانا كنسمح لي دبر راس خليه يمشي لهذا. شكرا متابعي قناة سو تي في والى اللقاء.